وعشان اعرف اسم الجهاز بتاعي فانا هاجي هنا على البي سي، فهدوس كليك يمين، بعد كده بروبرتيز، بعد كده اقول له تشينج سيتنج، بعد كده يجي هنا عشان اعمل رينيم او اشوف اسم الجهاز بتاعي، ادوس على تشينج، فده اسم الجهاز بتاعي اللي انا هعمل له كوبي، واجي هنا في اللايسنس واشيله كده واحط الاسم الجديد بتاع الجهاز بتاعي واقول له بعد كده سيف. نيجي بعد كده نعمل كوبي للسي اس تي باتشر واللايسنس، اروح بعد كده في السي، بعد كده بروجرام وايلد اكس 86، بعد كده سي اس تي 2018، بعد كده باست، اقول له ريبليس ذا فايل، كونتينيو. بعد كده اجي ادوس على سي اس تي باتشر 11، اقول له يس، استنى بقى دقيقة ولا دقيقتين عشان يعمل باتشد للفايلز بتاعت البرنامج. زي ما احنا شايفين اهو ابتدى يعمل للفايلز، بيعمل لها باتش. بعد ما ينتهي ادوس على السي اس تي لايسنس مانجر، ادوس عليها، بعد كده اقول له يس، بعد كده اقول له هنا ستارت سيرفيس، هنا بيقول لي السي اس تي لايسنس مانجر سيرفيس ستارتد سكسسفولي كده، اقول له اوكي. اوكي بعد كده افتح البرنامج بتاع السي اس تي، اللي هو سي اس تي 2018، ادوس عليه، طلعت لي رسالة هنا بيقول لي specify license، هنا الفايل ادوس عليها يظهر لي اللايسنس، اقول له open، بعد كده اوكي، بعد كده يس. انا كده من خلال الخطوات اللي احنا عملناها في التسطيب كده قدرت اسطب برنامج سي اس تي 2018. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل فيديو ازاي نفتح بروجكت جديد وازاي نستخدم البرنامج عشان بعد كده نعمل تصميم للانتنة مثل المايكرو ستريب باتش انتنة الدايبول الهورن او الريفليكتور.